وأتأكد أنه صار متين. على الأغلب مش الحال، رح أطلع جربها. شكراً أخي. لسه ما خلصنا. إيه صحيح، بس بالي مشغول على اللابتوب، مثل ما قلت لك في ملفات مهمة كتير، لهيك أنا لازم روح لاقي حل فوراً. طيب. واحد، اثنين، ثلاثة، يلا اركضي. دروك، شو صار؟ كأنك رايح بكير. ايه والله أنا لازم روح هلأ، منكمل الدرس بعدين. على أساس نطير سوا أخي دروك؟ الحقيقة أنا عندي شوية شغل بالبيت، منطيرها بعدين ممكن؟ تمام، تصبحوا على خير. تعالي حبيبتي، تعالي بعدي عن السيارة. يلا حبيبتي. آسيا، خير؟ صاير شي مع دروك؟ لأنه هو راح بسرعة. ما بعرف يا أخي، قال إنه صار شي لللابتوب، بتضايق كتير وبعدين طلع بسرعة. خير إن شاء الله. ليكي إجا رفيقك. يلا حبيبتي، خلينا نطيرها. شو هالحظ السيء يلي إلك حبيبتي سوزان؟ عن جد زعلت كتير. لا تسألي حبيبتي سيبال، يعني خلصت التصليحات وقلنا إنه رح نرتاح، بس انفجرت المواسير. إجا المعلم لعنا، قال إنه في مشاكل كبيرة بالمواسير وبدها شوية وقت لتتصلح، يعني في شغل كتير بالبيت. طيب شو وضع الفرش؟ للأسف انتزع كله وما عاد فينا نستخدمه. مو مشكلة حبيبتي، لا تزعلي، صارت حجة إلك مشان تشتري فرش جديد. أكيد رح نشتري. وإنتوا لا تواخذونا لأنه إجينا هيك فجأة لعندكم. العفو سوزان، لا تقولي هيك، طبعا رح تجي لعنا، بعدين الفندق ما رح يكون أريح من هون أبدا. لو سمحتوا خدوا راحتكم واعتبروا البيت بيتكم. إيه طبعا، لا تحسوا حالكم غريبين بنوب.